طيب الفريق بيواصل تدريباته واستعداداته لمباراه الترجي اليوم الثالث على التوالي، عايزين نطمن بشكل اكبر على الفرقه قبل هذه الموقعه الهامه جدا جدا. فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من خلال تواجده في استاد مختار التتش، ومن خلال كمان التدريبات اللي انطلقت منذ لحظات تحديدا في اطار هذه الاستعدادات. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل جماهير ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل احنا متواجدين في تمرين النادي الاهلي، لسه ابتدا منذ قلائل معدوده. التمرين كان الساعه 5 عصرا، ويمكن كان في محاضره مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين استمرت حوالي ربع ساعه عن مباراه الترجي التونسي. دعواتنا ودعوات كل مصر باذن الله يا رب، باذن الله يا رب، باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه باذن الله، باذن الله في المباراه الاولى باذن الله تكون في تونس يوم 19 باذن الله. باذن الله يا شريف، طبعا مباراة مهمة، بالتالي عايز اطمن من خلالك على كل الاستعدادات وكل الامور اللي بتتعلق بلاعبي الاهلي والمصابين وبرنامج كمان الفريق حتى موعد السفر يوم الثلاث باذن الله. يمكن برنامج السفر النهارده في تمرين الساعه 5، بكره باذن الله هيكون في تمرين الساعه 5 ايضا، وفي مسحه علشان خاطر السفر. يوم الاثنين هيكون اجازه، يوم الثلاث هيكون في تمرين في 10 صباحا، التحرك الساعه 1 الظهر الى مطار القاهره الدولي. الاهلي هيستقل طائره خاصه الى تونس. دعواتنا ودعوات كل مصر باذن الله نرجع منصورين باذن الله من تونس. ده البرنامج الخاص بسفر النادي الاهلي. يمكن المصابين من ساعه ما جيت النادي الاهلي من الساعة 2 ظهر وشايف الملعب شغال فيه ناس كتيرة بتتأهل، محمد هاني بدأ من بدري جدا على ثلاث فترات اليوم، قفشة نفس القصة، محمود متولي من خلفي بيجري وأيضا التأهيل، قفشة هو الوحيد اللي ممكن يلحق بإذن الله بإذن الله بإذن الله بنسبة كبيرة جدا بإذن الله. خلاص قفشة بيقترب في خلال ساعات بإذن الله يكون موجود مع تمرين من النادي الأهلي بشكل منتظم خالص. محمود متولي صعب يلحق طبعا، هيكون متواجد بعد ما الفرقة ترجع بالسلامة من تونس بإذن الله. نفس القصة محمد هاني بإذن الله ما يرجعوا يشوفوا موقفه باذن الله. يمكن محمد هاني محمود بتولي ناقص محمد محمود باذن الله في خلال الايام برده ما يرجعوا من تونس باذن الله يلحق مع التمرين باذن الله وينزل التمرين مع النادي الاهلي. ده موقف المصابين. مستر موسيماني اتكلم مع اللاعبين النهارده في المحاضره، محاضره فيديو، اتفرجوا على نقاط القوه ونقاط الضعف كل لاعب فيه على الايباد والتابلت الخاص بيه، ملخص لفريق الترجي التونسي، كل لاعب بيذاكر فريق الترجي التونسي. عاده مستر بيتسو موسيماني ان كل الفيديو الفيديوهات الخاصه باي مباراه تتلعب بتروح لكل لعيب وبيناقشهم فيها، كل لاعب على حده بيساله الفيديو اللي جالك في الدقيقه مثلا 40 كان فيه ايه، فلازم اللعيب يجاوبه ولازم اللعيب يكون ذهنه حاضر معاه. لو ما جاوبش في مشكله كبيره جدا بتحصل، اللاعب بيعرف على طول ان اللاعب ما ذاكرش، ان اللاعب ما بصش على الفيديوهات. ولكن ما شاء الله كل لاعبي نادي الاهلي بتدرس اي مباراه او اي فريق بيلعبوه بيدرسوا على طول من بدري جدا، اللعيبه حابه كل دوت. واكبر دليل على كلامي قفشه ان ما فكرش ياخد اجازه، لا مستعد في كل الفتره اللي فاتت دي كلها، التأهيل كله عاوز يرجع، عاوز يكون مع لاعبي النادي الاهلي كالعاده. لاعبي النادي الاهلي رجاله، الاهلي ما بيقفش على حد، ولكن هم دول لاعبي النادي الاهلي حاسين بالمسؤوليه، ويا رب باذن الله باذن الله يكون اللي جاي اليوم خير باذن الله. من خلفي التمرين النهارده، التمرين هيكون حمله عالي جدا لان طبعا راجعين من اجازه، هيرفع الحمل الايام اللي جايه قبل بقى المباراه بثلاث اربع ايام هيبدا ينزل بالحمل. دعواتك ودعوات كل مصر باذن الله الاهلي يرجع منصور باذن الله من تونس. طيب يا شريف بخصوص وليد سليمان، هل بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي؟ احنا كنا عارفين ان هو عنده اصابه في منشأ العضلة الأمامية، والسؤال الثاني عايز أسأله لك وهو بيتعلق بشكل المران، هل التركيز على الجوانب البدنية بشكل أكبر خصوصا بعد فترة الأجازة اللي تعتبر طويلة بالنسبة للاعيب الكرة، ولا في تركيز على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية يعني من خلال متابعتك؟ الاول الناس اتكلمت على اجازه طويله جدا، مخزون البدني عند لاعبي النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا، فاللعيبه اصلا مجهده من كتر ضغط المباريات، فالمخزون البدني بعد ما رجعوا من ست ايام اجازه اكن ما فيش اي غياب خالص، ان المخزون البدني موقف اللعيبه على رجليها ما شاء الله. وليد سليمان بيشارك بكل قوه، التمرين في هذه الفتره بتكون بدني كتير جدا وبيبقى جزء بالكوره. النهارده هيبقى عشان التمرين هيكون فيه حمل قوي شويه، هيبقى تمرين بدني ومن بعده كوره، ما بين بقى تقسيمه ما بين التخصص على الجول، ما بين الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني، الجمل اللي هيبدا يشتغل فيها على الماتش ممكن يبدا يلمس فيها من دلوقتي مع اللاعبين على مدار الايام المقبله. فزي ما قلت لك زميلي امير، بدنيا الاهلي واقف على رجليه ما شاء الله، ما تحسش ان كان في غياب خالص، لان المخزون البدني عند لاعبي النادي الاهلي لسه بخير وواقفهم على رجليهم.
بإذن الله يكونوا موفقين يا شريف. أنا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي كان معنا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير جدا على الفرقة واستعداداتها لمباراة الترجي، والسفر خلاص زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاث من خلال طيارة خاصة، وإن شاء الله المباراة هتكون يوم السبت الساعة 6 بتوقيت القاهرة. مهم قوي إن احنا في المباراة دي بإذن الله نحرز هدف أو أهداف، يا ريت المشكلة يعني، بحيث إن احنا يكون عندنا أريحية نسبية في مباراة الإياب. لكن طبعا الأمور مش هتحسن في مباراة الذهاب إطلاقا، لأن انت بتلعب فريق كبير وند كبير زي فريق الترجي التونسي. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا.